صحتك على راديو وتلفزيون يمن شباب مع سليم السعدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الطبي صحتك على راديو وتلفزيون يمن شباب. أعزائي المستمعين وكذلك مشاهدينا الكرام، بإمكانكم التواصل في هذه الحلقة من خلال أرقام البرنامج التي ستظهر تباعا على شاشة القناة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو يتعلق بالأمراض الجلدية، بنتكلم حول الثأليل الجلدية التي تنشأ على الجسم، أسبابها وكذلك أعراضها وكيفية علاجها سواء كان طبيعيا أو جراحيا. يسرني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفتي الدكتورة هدى خالد القضاء، استشارية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. مرحبا دكتورة هدى. أهلا أهلا سليم، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. أهلا دكتورة هدى، بداية ماذا يقصد بالثأليل الجلدية وكيف تنشأ؟ هلا الثواليل هي عبارة عن ورم جلدي، طبعا ورم حميد بيسببه الفيروس اسمه فيروس ال HPV. فهذا الفيروس بيسبب تكاثر بخلايا الجلد، بس بيكون هذا التكاثر حميد وتظهر على سطح الجلد بأماكن مختلفة، وطبعا احنا بنسميها ثواليل او ورم. هي تختلف مسمياتها من مكان لآخر لكنها نفس ال... الو دكتورة هدى. نعم نعم معك سليم، بس الصوت مش واضح. انا قصدت انه تختلف الاسماء حقها من مكان الى اخر، ولكنها في الاخير نفس الاعراض اللي ذكرتيها او الاورام اللي ممكن تظهر على الجسم. هلا الثواليل هي بنسميها احنا الاورام او اللي بنتج عنها، هي عباره عن تكاثر بخلايا معينه من بسطح الجلد او بالبشره. نعم. اللي هي الكيراتينوسايتس بتتكاثر الخلايا اللي هي بتشكل البشرة، وطبعا هاي هي ورم لكنه حميد، يعني هو عبارة عن كتلة بتكون، بس هي غير يعني غير سرطانية وغير مؤذية، لكن بتكون ممكن انها تنتشر او تعدي اماكن اخرى بالجسم، وممكن تعدي تنتقل من شخص الى اخر، وبتكون مزعجة غالبا بسبب منظرها، واحيانا ممكن انها تسبب نوع من الالم. نعم. لا تختلف طبعا هي عن الاورام الجلديه الاخرى تماما، يعني منظرها بيكون او السطح تاعها بيكون عاده خشن وبيكون قريب للون الجلد زي لون الجلد، او بيكون مائل شوي للون البني، فبيكون شويه مختلف عن طبعا السرطانات او الاورام الجلديه الاخرى. نعم. طيب ابرز الاسباب او العوامل التي تساعد في ظهور مثل هذه الثأليل الجلديه؟ هل هو السبب هو الفيروس. الفيروس هذا HPV اسمه، في منه كتير أنواع، عشرات الأنواع من هذا الفيروس. نعم. الكل مكان بالجسم فيه له أنواع معينة بتسببه، يعني حسب المكان المصاب. وهذا الفيروس غالبا بيدخل على سطح الجلد من خلال الانتقال بالملامسة، أو إذا الشخص مثلا من خلال الجروح أو خلال الحكة اللي بتسبب خدوش بالجلد، بالتالي بتسبب إنه بتسمح بدخول هذا الفيروس إلى داخل الجلد. نعم. بالتالي يؤدي هذا الفيروس وجوده داخل الجلد إلى ظهور الثواليل. طبعا هو بالفئة الغالبا تصاب فيه هي فئة الأطفال الأكثر شيء يعني بينصابوا فيه، لكن هو ممكن يصيب كل الأعمار. نعم. وكل مرحلة عمرية في أماكن معينة بتنصاب فيها أكثر. يعني حسب نوعه، في نعم. أنواع بتصيب مراحل عمرية متقدمة، في أنواع بتصيب غالبا الأطفال. بنتي الأنواع. دكتورة ذكرت أن الأطفال هم الأكثر عرضة، إيش السبب الرئيسي في ذلك؟ هلا احنا خلينا نذكر الانواع اللي هم النوع اليدوي اللي بيصيب الايدين، كومن فايروس، نوع شائع اللي بيصيب غالبا الايدين. هذا النوع الشائع غالبا بيظهر عند الاطفال. الاطفال بسبب انهم اول شيء اختلاطهم ببعض كتير، تلامسهم بيكون كتير، احيانا عنايتهم بنظافه الايدين بتكون قليله، بالتالي بيكون اكثر معرضين انهم ينتقل لهم هذا الفيروس. نعم. بالاضافه الى انه فيروس الـ HPV هو فيروس انتهازي،
بينتهز المناعة اللي يعني فرصة إنه يكون في مناعة ضعيفة بالتالي بيظهر أكثر أو بيعدي أكثر. فالأطفال إنه مناعة الجلد عندهم لسه مش متشكلة أو لسه مش مكتملة فبيكونوا معرضين أكثر إنهم ينصابوا أو تظهر عندهم التواليل. نعم. بسبب اللي هي المناعة بتكون شوي قليلة. وطبعا هي كل ما قلت المناعة أكثر بتصير الفرصة مهيئة أكثر إنه الشخص تظهر عنده التواليل أو ينعدي بالفيروس الـ HPV بشكل أكبر. هلأ إحنا ذكرنا إنه الكومون اللي هي التواليل الشائعة هي اللي تظهر على الأيدين وهي الأكثر شيوعا عند الأطفال غالبا، لكن ممكن تصيب أي مرحلة عمرية يعني مش مقتصر على الأطفال. نعم. في التواليل اللي هي المسطحة أو الناعمة، هاي بتكون موجودة على أكثر شيء على منطقة الوجه والرقبة، وبرضو ممكن تصيب الأطفال أحيانا. بس كمان الأطفال لما يظهر عندهم على الوجه المفروض ندور للأيدين، لأنه إذا كان عندهم بالأيدين بيعدي الوجه، ممكن ينتقل لمنطقة الوجه. نعم. يظهر بالوجه على شكل السواليل المسطحة. في سواليل الأقدام برضو هاي بتصيب الأطفال، وبتصيب كمان كتير الناس اللي بيسبحوا بالمسابح العامة أو بيروحوا على النوادي الرياضية وبيمشوا حفاة الأقدام على الأرضيات، بالتالي بيكون أكثر معرضين إنه تنتقل إلهم الفيروس اللي HPV اللي بيسبب سواليل الأقدام. فهذا كمان بيكون غالبا مؤلم، ومرات في ناس بيفكروا مسمار لحم، بس هو مش مسمار لحم، هو يعني بيكون سالول أقدام. وغالبا احنا لازم يعني بهاي الحالة نلجأ للعلاج والاتخاذ اللي طبعا الاحتياطات اللازمة من لبس الأحذية الواقية او ما يمشي حاف القدمين على بالنوادي الرياضية او بالمسابح. نعم. حتى انه ما ينعدي او ما يعدي الآخرين، لانه البعض العوامل يقال البعض انها ممكن تؤدي الى تطور وحدوث سرطان الرحم عند النساء. نعم. هلا هذا النوع اللي هو في عندنا النوع الجينيتال وورث اللي هي السواليل الجنسيه، طبعا المناطق اللي هي المناطق التناسليه. نعم. السواليل بتظهر بالمناطق التناسليه، طبعا هاي غالبا تظهر عند الكبار بالعمر او عند البالغين. بتنتقل عن طريق الجنس، هي بتنتقل عن طريق من بين الذكر والانثى ممكن تنتقل، وبالتالي بتسبب ظهور التواليل في هاي المنطقه. هذا النوع اللي هو من التواليل بسببه نوع خاص من الـ HPV الفيروس رقم 16 ورقم 18. هذول غالبا بيكونوا هم المسؤولين عن كتير حالات سرطان عنق الرحم. نعم. أول إشي ضروري جدا علاجهم، ضروري الوقاية منهم، لأنه لهم ارتباط مباشر بسرطان عنق الرحم. والناس اللي انصابوا بهاي الفيروسات طبعا غير عن انه فضلا عن العلاج اللي لازم انه يتم عند طبيب الجلدية، واحيانا بالتعاون مع طبيب النسائية اذا كانت انثى، او مع طبيب المسالك البولية اذا كان ذكر، لازم انه ينعمل عند الانثى دائما مسحة لعنق الرحم كل 3 سنوات، بيعملوا مسحة لعنق الرحم حتى يتأكدوا انه ما في خلايا سرطانية ظهرت بعمق الرحم نتيجة فيروس الـ HPV 16 و18 غالبا. طبعا هناك أرقام ثانية أنواع ثانية من الفيروسات الـ HPV، لكن 16 و18 هم الأكثر شيء مسؤولين، اللي هم HPV 16 HPV 18 المسؤولين عن هذا النوع من السرطان عمق الرحم. نعم. دكتورة ذكرتي بما أنه فيروس معدي وانتقل من شخص لآخر مثلا، هل انتقل وراثيا من الأشخاص عن طريق الوراثة؟ نعم. وراثة لا، هلا الوراثة ما فيها يعني ما في لها دور الوراثة، هي يعني أحيانا إذا كان الشخص عنده قلة مناعة بالجلد بس، يعني قلة المناعة، أو إذا في عنده مرض مناعي مورث يعني نقص بالمناعة ممكن، لكن غالبا هاي بتصيب ممكن أفراد العائلة يصير عندهم، لأنه بسبب العدوى إنه ممكن تنتقل من شخص إلى آخر بنفس العائلة.
لكن هو بشكل أساسي هو عدوى تنتقل، يعني هو فيروس وانتقل عن طريق العدوى. وفي بعض الحالات مثلا اللي تظهر حالات شديدة كتير يعني ولا تستجيب للعلاجات، وإذا كان المشكلة كتير متفشية بأماكن مختلفة من الجسم، نعم. أحيانا بنشك بالـ HIV اللي هو فيروس الإيدز، ممكن ان نلجا للفحص لفيروس الاتش اي في المسؤول عن مرض الايد حتى نتاكد انه هذا الشخص ما عنده نقص المناعه المكتسب. لكن بشكل عام التواليل هي يعني خلينا نقول فيروسات شائعه جدا، الاتش بي في، وبنتقل عن طريق العدوى، وكل شخص معرض بحياته انه ينصاب فيها. وغالبا التواليل خصوصا عند الأطفال، نعم. ممكن تختفي لحالها بدون علاج، يعني خلال عدة أشهر ممكن أنها تختفي لحالها، لأنه مناعة الجسم قادرة تتغلب على يعني على التواليل خلينا نقول، ويعني وتتخلص منها. لكن في معلومة مهمة كتير إنه، نعم. هذا الفيروس مجرد ما دخل على جسم الإنسان على الجلد، طبعا هو بيعيش بالجلد، مجرد ما دخل على الجلد خلص رح يضل موجود، يعني ما في منه، ما رح يروح يعني خلص ينقضى عليه، هو رح يضل موجود بالجلد، لكن بضل بمرحلة من السكون أو مرحلة اللي هي ما بظهر فيها، يعني حتى بعد العلاج هو بضل موجود، يعني إذا أعطينا أدوية وعملنا جلسات للمريض كوي أو أعطيناه علاجات وراحت التالولة راحت اللي هو الشكل الخارجي، نعم، لكن الفيروس بيظل داخل الجلد، يعني ما بيروح، يعني ما في عمر محدد انه ممكن يختفي حتى لو اخذ ادويه او علاجات معينه. لا لا لا، هذا الفيروس خلص يعني بيستقر بالجلد للابد، بس الـ احنا ما بنخاف منه، هو موجود داخل الجلد. في ناس طبيعيين ما عندهم هذا السواليل، نعم. واذا ممكن انه يكون موجود عندهم الفيروس داخل الجلد، لكن هو امتى يعني احنا بنعالجه او بنعالج المظهر اللي بسببه اللي هو السواليل لما تظهر، اما هو ما في له يعني خلينا نقول ما في منه مخاوف، نعم. وصعب نعرف انه هذا الشخص اصلا عنده او ما عنده الا ظهر عنده تواليل، ومجرد ما ظهر عنده تواليل الفيروس موجود داخل الجلد، بس طول ما هو داخل الجلد ومش مسبب تواليل هو غير معدي، نعم. يعني لانه هو مش ظاهر على سطح الجلد على شكل تواليل، فبالتالي بيكون غير معدي وبنفس الوقت مش مضر او ما بيخوف. نعم. دكتوره، بعض الاشخاص احيانا بيظهر عندهم بكثره يعني مقارنه باشخاص اخرين خصوصا في الوجه، ايش السبب الرئيسي فيه؟ مش واضح. بعض الاشخاص بيظهر عندهم بشكل كثيف، يعني كثير جدا على عكس الاشخاص الاخرين، وخصوصا في منطقه الوجه. هلا منطقه الوجه تنصاب بنوعين من التواليل، في التواليل المسطحه وفي التواليل البارزه او التواليل الاصبعيه او الديجيتيت وورد، نعم. هذول او الوجهيه، الوجه تواليل الوجه إذا كانت شديدة ممكن تكون شديدة خصوصا عند الرجال اللي بيقوموا بحلق اللحية بشكل دائم، بالتالي بيسببوا انتشار لهذا الفيروس وانتشار للتواليل وتحفيز لها، فبالتالي تظهر عندهم بكمية كبيرة. ما في سبب معين غير أنه الحلاقة أنه أو الحكة أو اللعب بالتواليل، هذا أكثر شيء ممكن أنه ينشرهم ويخليهم يظهروا بشكل كبير. واحيانا اذا كان الشخص عنده نقص مناعه، لكن حالات نقص المناعه احنا عم نحكي عن حالات قليله جدا، يعني اكثر الاشخاص بيكونوا مناعتهم كويسه ما عندهم اي مشكله مناعيه. طبعا العلاج في هاي الحاله بيكون لازم يكون بشكل سريع اكثر او بتدخل جراحي اكثر، مثل ممكن نرجع لجلسات الكي البارد، الجراحة الباردة، أو ممكن إن نلجأ إلى قطعهم أو استئصالهم جراحيا إذا كانوا كتير منتشرين، حتى إنه نتخلص منهم بأسرع وقت ممكن، نعم. عوضا عن الكريمات. طبعا إحنا في حالة إنه كانت التواليل مسطحة وخفيفة ممكن نلجأ فقط للكريمات حتى نعالجها، وغالبا بستمر العلاج يعني خلال 3 أسابيع شهر بيكون المريض، إذا كانت التواليل طبعا مسطحة ناعمة ممكن إنه تختفي تماما. نعم. السؤال من أبو جلال بيقول أنا عندي ثآليل كثيرة تقريبا عندهم 20 أو أكثر حول العنق، هل يمكن تدخل جراحي لهذا؟ هلا اللي حول العنق هدول غالبا هدول ما بيكونوا تواليل، هدول بنسميهم إحنا زوائد جلدية،
بيتم قطعهم بجهاز الكتري والتخلص منهم بسرعة وما بيرجعوا. وهدول لهم علاقة أحيانا بالوراثة ولهم علاقة بالوزن، يعني بيكون عنده قابلية وراثية، وأحيانا إذا كان هو وزنه زيادة يفضل أنه ينزل وزنه حتى ما يظهر له يعني زوائد جلدية جديدة. لكن هم ما بيروحوا إلا بالجراحة، يعني لازم أنهم ينشالوا، طبعا عملية بسيطة جدا بتم إزالتهم. طيب دكتورة هدى، إذا تكلمنا عن طبيعية ممكن وهناك تدخل جراحي، أنتو كأطباء جلدية أيهما يعني تبدأوا كنظام معين لتنفيذ مثل هذه الأدوية أو العلاجات للأشخاص اللي يعانون من الثآليل؟ أيوة، أنت تقصد أي طريقة العلاج مثلا للجراحة؟ نعم، متى نستخدم العلاجة الطبيعية ومتى نستخدم الجراحة؟ طبعا هذا برجع على شدة الحالة، يعني مثلا اذا كانت الحاله خفيفه احنا يعني فيروسات صغيره ومحدوده وعددها محدود وصغير ممكن نلجا للكريمات الموضعيه. طبعا حتى برجع لنوعها، يعني مثلا الصواليل الشائعه اللي تظهر على الايدين عند الاطفال اذا ما اختفت لحالها غالبا احنا نلجا للكوي البارد في هاي الحاله حتى نسرع بانهم يروحوا، لانه اذا ضلوا موجودين راح يضلوا يعدوا اماكن اخرى مختلفه بالجسم وممكن يعدي كمان زملائه او اصدقائه او اخوانه. بالتالي يفضل انه يتعالجوا بسرعه. بالنسبه للطواليل المسطحه اللي على الوجه ممكن اذا كانت بسيطه نلجا لكريمات. هاي الكريمات مثل كريم الالدارا، كريم الألدارة اللي هو بنعطى لمدة 3 أسابيع بشكل تقريبا يومي. يعني كافي لحاله إنه يعالج الطواليل، لكن إذا المريض كان من النوع المقاوم أو من النوع العنيد في هاي الحالة بنلجأ للكوي الكهربائي للطواليل المسطحة في الوجه. الطواليل الإصبعية اللي بتيجي بالوجه البارزة اللي بتكون غالبا عند الرجال بمنطقة الحلاقة أو بمنطقة اللحية، هدول غالبا احنا بنلجأ لنزعهم او يعني قصهم جراحيا بالكتري بالكي الكهربائي يعني قصهم بطريقة جراحية والتخلص منهم حتى انهم برضو ينساع حتى ما ينتشروا اكثر او ما يكبروا اكثر. التواليل اللي بتصيب المنطقة التناسلية يفضل أيضا أنهم يتعالجوا بأسرع وقت ممكن من خلال طبعا غالبا بنلجأ لنوعين من العلاج اللي هو العلاجات الموضعية مثل كريم الألدارة اللي يوضع على كامل المكان حتى يعمل وقاية للأماكن الغير مصابة، وبالإضافة إلى الكي البارد اللي ممكن ينعمل منه جلسة أو جلستين حسب شدة أو حسب حجم التواليل وحسب عددهم. ممكن أنه هذا برضو يعني الكي البارد ضروري طبعا جدا، وبالإضافة لكريم الألدارة نفسه ممكن أنه نستخدمه لمدة 3 إلى 6 أسابيع على المنطقة. نعم دكتورة، أيهما أفضل، الحرق أو الليزر؟ يعني كيف تستخدموا الليزر ومتى تستخدموا العلاجات بالكي كما ذكرتي؟ والله شوف، الليزر برضو كمان هو طريقة من العلاج، لكن حسب نوع الليزر. نعم. الليزر اللي هو بيعتمد على الكوي اللي هو ليزر CO2 ليزر برضو هو يعني زيه مثل الكوي بالضبط، يعني هو نتائجه أما الليزر الأوعية الدموية غالبا اللي بيكون مؤلم جدا وبيحتاج إلى جلسات كتير ونتائجه ضعيفة. احنا يعني انا بفضل شخصيا العلاجات اللي بتعطي نتائج سريعه باعراض جانبيه اقل واقل تكلفه على المريض، اللي هي الكي البارد والكي الكهربائي. اذا تم عمله بالطريقه الصحيحه ما بيترك اثار وبيكون نتائجه مضمونه وسريعه. طيب سؤال من ام سالم بتقول ظهر عندها ثآليل تحت الابط، هل ممكن ان تتطور وتعمل او تسبب في ظهور سرطان الثدي لانها قلقه جدا؟ هلا اولا هي اللي تحت الابط غالبا هاي كمان بتكون مثل منطقه الرقبه. نعم. هاي بتكون زوائد جلديه وليس سواليل. الناس لسه بعدهم كثير، في ناس بيخربطوا بين السواليل والزوائد الجلديه. السواليل هي زي ما حكينا هي مرض فيروسي بيظهر على الوجه، بيظهر على الايدين، على الرجلين. نعم. اما اللي تحت الابطين ومنطقه الرقبه هاي بتكون زوائد جلديه غير مؤذية، ما بتخوف أبدا. هاي بتنشال بعملية جراحية بسيطة جدا، دقائق بتستغرق فقط وخلص يعني منشيلهم وما بيرجعوا أبدا، وما لهم علاقة ولا بأي مرض من أمراض الجسم أبدا. نعم. علاقة بالوزن والوراثة فقط.
نعم. سؤال كمان من سلطان بيقول عندي مسامير القدم، هل هي ثآليل؟ للعلم أن جسمي لا يوجد فيه أي نوع من الثآليل. كثير في بصير في خربطة بين مسامير اللحم يسموها أو التواليل. نعم. أول إنه التشخيص مهم جدا في هاي الحالة، لأنه مسامير اللحم هي عبارة عن تقرن بالجلد، عبارة عن طبقة من الجلد سميكة نتيجة الضغط أو نتيجة الاحتكاك، الناس اللي بيوقفوا لفترات طويلة أو الناس اللي بيلبسوا أحذية ضيقة أو أحذية لفترة طويلة بيكون مثلا عندهم بيصير عندهم هاي مسامير اللحم. غالبا هاي بيتم بخلطات أو بتم قحطها او يعني كشطها والتخلص منها بطريقه جراحيه بسيطه وما بيرجعوا، او ممكن انهم يرجعوا اذا ظل السبب موجود، يعني اللي هو انه الشخص بيوقف لفترات طويله او بيتعرض لاحتكاك دائم. اما التواليل اللي تظهر على منطقه الاقدام غالبا بتكون بتسبب الم مع الضغط، وممكن انها كمان لونها بيكون بيختلف، يعني لونها بيكون زي نقط سوداء بيكون داخلها، وهذا مرات احيانا كثير ما بنقدر نشخص الا طبيب الجلديه يكشف على المكان ويعمل احط ويتاكد انه هذا عباره عن سواليل ولا مسامير لحم. نعم. طبعا السواليل في هاي الحاله بالسواليل الاقدام لازم نلجا للكوي، سواء الكوي البارد الكي البارد او الكي الكهربائي. طبعا هذا بيرجع لشده الحاله ولا كم يحتاج جلسات الكي هذه؟ نعم. كم الفترة أو الجلسات اللي ممكن تلجأوا لها؟ ثالث. جلسات؟ نعم. هلا يعني تواليل الأقدام من أكثر الأماكن اللي تحتاج جلسات طويلة. نعم. غالباً المريض ممكن يحتاج 3 جلسات على الأقل حتى يتخلص من السوال غالباً. خصوصاً إذا كان السواليل الأقدام لها فترة طويلة، يعني إذا كان لها سنوات ومش متعالجة بيكون غالباً بده جلسات كثير. نعم. طيب هناك أي أدوية أو علاجات يمكن تساهم في عدم ظهور مثل هذه الثآليل أو الوقاية منها؟ الوقاية بتتم من خلال اللي هي يعني خلينا نقول إذا كان مثلا واحد بده يروح على نوادي رياضية أو مسابح عامة إنه ما يمشي حافي القدمين، ما يستخدم أحذية الناس الآخرين، تكون أحذيته خاصة منشفته خاصة فيه، ما يصير خلط يعني بالأدوات العناية الشخصية، هاي حتى إنه يحمي حاله من إنه تنتقل له الفيروس، وأيضا ما يكون هو سبب لا انه نقل العدوى للناس الاخرين. بالاضافه الى طبعا العلاج المبكر، يعني كل ما انه ظهر الفيروس السواليل كل ما عالجناهم بشكل مبكر اكثر كل ما كانت الاستجابه اسرع وتخلصنا اسرع منهم، وهذا الشيء بيمنع انهم ينتشروا باماكن اخرى من الجلد. بالتالي العلاج المبكر هو اهم شيء بالنسبه للتواليل. هلا الناس اللي بيكون في متخوفين من سرطانات عنق الرحم، نعم. او اذا كان مثلا شريك الحياه الزوج مثلا ممكن انه كان عنده تواليل، ممكن احنا نلجا في هاي الحاله للست انه نعطيها مطعوم الاتش بي في حتى انه نحميها من سرطان عنق الرحم. دكتوره، بما انه فيروس معدي، يعني هل هناك اي تطعيم او لقاحات لهذا الفيروس؟ نعم، هو لقاح الـ HPV موجود. هذا اللقاح بيحمي من سرطان عنق الرحم، يعني هم أنتجوا هذا اللقاح حتى إنهم يقللوا من فرصة الإصابة بسرطان عنق الرحم. نعم. وهو بيقلل حتى 70% من حالات، يعني خفف 70% من حالات عنق الرحم، سرطان عنق الرحم. نعم. الدكتورة هدى خالد، القضاء استشارية الأمراض الجلدية والليزر، شكرا لتواجدك معي في هذه الحلقة، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا لقناة يمن شباب. أهلا، شكرا لك دكتورة. أهلا فيك. مشاهدين وكذلك مستمعين الكرام، هكذا كنا وإياكم في هذه الحلقة والذي تحدثنا فيه حول الثآليل الجلدية وكذلك الفرق بينها وبين الزوائد الجلدية الأخرى وكيفية الوقاية من هذا الفيروس المعدي وتجنب الإصابة منه من خلال استخدام بعض المراهم وكذلك اللقاحات التي ذكرتها الدكتورة في أثناء الحلقة. في نهاية هذا اللقاء كل الشكر للزملاء في الاستديو على الفردي من التنفيذ وعصام رحمة الله من الإعداد،
والمهندس نبيل الخطيب من الإخراج، وكذلك الشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وهذا سليم السعدني يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك على راديو وتلفزيون يمن شباب مع سليم السعدني. صحتك على راديو وتلفزيون يمن شباب.